بسم الله. اليوم 9/3/2024، أي تسعود في شهر 3/2024. المكان وادي تامدا عند الأربعة ديال أولاد عمران، منطقة دكولا. هذا وادي تامدا، احنا اليوم بصدد دراسة مشروع مائي ضخم من وادي المخازن إلى وادي الذهب، ومن وادي زيز إلى وادي زع القاسم المشترك. هذا الدرس رقم 42، هذا وادي تامدا هو الدرس، هو اللي قلناه في هو الواد المفاجأة اللي لقيناه في واد بن قرير. واد بن قرير سميتو واد بن قرير، واد بوشان منطقة بوشان سميتو بوشان، وهنا في المنطقة ديال الأربعة ديال دراند الاسم ديالو وادي تامدا. هاد الواد هو كيجي من شرق بن قرير، وفي الحقيقة أنه الدرس المفاجأة كما قلت لكم، راجعوا الدرس رقم 40، الدرس المفاجأة بالنسبة لسيني في هاد الدراسة، لأنه ينطلق البداية ديالو قريب من الربط اللي غادي نديرو في عند ملتقى واد أم الربيع مع واد التساوت، تما اللي غادي تكون كذلك مجمع مائي باش ناخذوا من تما الربط، او لا حتى الربط كذلك تقريب حتى لسد المسيره قريب لواد ام الربيع بطبيعه الحال. انما في الوقت الميل ديال الماء اللي كيمشي الى الجنوب مشى هو الى الماء اللي كيمشي للشمال لواد ام الربيع، هذا اتجه الى الغرب الى الجنوب الغربي على واد بن قرير، مدخل وسط بن قرير في منطقه بوشان، والان هو في ولد عمران، وكيمر في الدكالة، ثم كيمشي للمنطقه واد المنطقه قريبا في ولد بوعزيز الشماليه تسموها الفيض، قريب السبت ولد دويب، يعني ما بين زاويه سي اسماعيل والسبت ولد دويب، واحد المنطقه يقولوا لها الفيض. وفعلا كان من اللي كيفيض تما كيسبب خساره كثيره ويسبب فيضان كثير، لانه هذا الواد هو واد موسمي ولكن كيجي من ما كثير. احنا المهم ديالنا من هذا الواد ومن هذا الدرس ومن هذا الدكتور هو اننا غناخذوه كمعبر من ما بين واد ام الربيع وواد تنسيفت، لانه شرق هذا على يسير الصوره، شرق هذا المنطق كنلقاو كنمروا على شرق اليوسفيه وعلى شرق الشماعيه وقريب المنطقه باش نلتقاو مع واد تنسيفت عند البحيرة التي اطلقنا على اسم بحيرة سيدي شقر، لأن قريبة من سيدي شقر وجبل إغود، تما هذيك بحيرة غنديروا بحيرة ضخمة باش نجمعوا فيها المياه. حنا المقصد ديال هاد المياه ماشي أننا ناخذوا من الواد اللي هو لا، هذا واد كنستعنوا به، الويدان الأصلية واللي هي طبيعية ودائمة كنستعنوا بها في الوقت اللي هو تيكون خصص بالماء، أما هاد الشيء كله المقصد ديالو هو نجمعوا مياه الأمطار من اللي كطيح، وما نمشوش على فكرة أنه كاين الجفاف وكنهملوا الأودية، بالعكس خاصة نخطوا ونرتبوا الأودية. أنتم شفتوا راجعوا لهاد القناة ديالي في اليوتيوب، قناة بن قريش للمناظر الفريدة، وفي التيك توك منصة بن قريش للتواصل المفيد. وبالمناسبة هاد القنوات ديالي أنا ما ديرهمش قناة نفعية باش نسترزق من وراهم، بالعكس دير فيهم باش نصر فيهم بعض المعلومات وبعض المناظر وبعض الأفكار، ولكن لقيتها وسيلة باش نشر فيهم هاد الدراسة ديالي اللي متمحة من 40 سنة، نشرت فيها هاد الدراسة باش تبقى كمنبار الأجيال القادمة إن شاء الله، وربما يستغلوا حتى الأجيال لأنها مهمة ودرس مهم باش نجمعوا جميع الأودية ديال المغرب، تقريبا 90% ديال الأودية اللي غنجمعوهم في واد واحد، يعني من واد المخازن إلى واد الذهب، ومن واد زيز إلى واد زع، هذا من واد زيز إلى واد زع هذا مشروع آخر وحده. أما منطقة الشمال شمال المغرب من الحسيمة إلى العرائش لها دراسة خاصة لأنها عندها تضاريس خاصة، وكذلك راجعوا الدرس العاشر في هذا الباب باش تفهموا أشنو قلت على هذه المنطقة. نعم، والدرس الأول لا تنسوش، الدرس الأول هو الجامع الشامل المفيد، لأنه فيه أكثر من 45 دقيقة، هو اللي يوضح هذه الأفكار كلها اللي تنقولها. أحبابي أنا هذه القناة كما قلنا لكم ماشي أنا الهدف ديالي هو أنني باغي نسترزق بها أو لا باغي السمعة أو لا باغي لا، هذه فكرة
تراودين منذ 40 سنة ومتبعها ومتبع الأودية ومتبع يمكن كنقول لكم راه مازال إلا قلتوا راه ماشي أنا دابا الحال الآن وصلت يعني الفيديو أو الدرس أو الجزء 42 لا تظنوا أن هذه الدراسة تشتمل على 42 درس بالعكس راه ربما لا يكفي 1000 درس لا يكفي باش ننشر لكم هاد المواضيع اللي كاينه في هاد الدراسه ولكن استطع مره كنشر بعض الدروس وبالاسم وبالارقام انما كتلقاو اوديه ومناظر منشوره في الدراسه لن اذكر عليها فيها الاسم ديال دراسه مشروع ماء ضخم ولكن ما مرقمهاش خليتها هكاك باش نستعنوا بها ونستعنوا بها كذلك عندما نشرت في هذا شهر زوج هذا اللي فات 2024 استعنت بالفيديوهات اللي كنشروا الأحباب والأصدقاء عبر التيك توك وعبر اليوتيوب وخذيت بعض المقاطع ونشرتها في القنوات ديالي هذه للتذكير وللتنبيه بأن الماء راه كثير في المغرب كيطيح ولكن خاصة نستغلوه وما نخلوش يبقى يضيع بهذا الشكل هذا. هذا الوادي أحبابي اللي هو سميته هنا كما قلنا لكم تامدا وفي بنقرير سميته واد بنقرير وفي بوشان سميته واد بوشان وهو جاي من شرق بوشان عندما خرج من مدينة بوشان اتخذ الشكل ديالو إلى الجنوب الغربي وهنا في ولد عمران تاكل الشكل ديالو بالطبع ديالو الى الغرب بالعكس سينعرج وكذلك شمالا شيئا لينذهب عند الفيض ثم كيمشي الفين تيخوي بالقرب من مدينه الجديده. يا احبابي راه هذا الواد اللي هو موسمي راه المياه اللي كيجي بشكل كثير وليعلمكم كما قلت لكم في الدرس رقم 30 ما كاين حتى نهر ما بين نهر تنسيفت ونهر واد أم ربيع لا يوجد بيناتهما تقريبا مسافة تقريبا شي 200 كيلومتر لا يوجد نهر بينهم ليذهب بالمياه البحر موجود هذا اللي قلنا واد بنقرير لأنه واد بوشان كما دعا واد تمدعا وعطات الله اسمه اللي كتقوله هذا هو اللي كيشكل واحد العارض لكل المياه اللي كتسقط في هذه المناطق وكيسبب فيضان كثيرة. احنا الآن الهدف ديالنا من هذا الواد هو تحويل المجرى ديالو باش يمشي الى البحر نتحويل المجرى ديالو الى البحيره المسمات بحيره سيدي شيقر عند وادي تنسيفت عندما ينتقي وادي تنسيفت مع وادي شيشاوا. هذا هو ما قصد ان ننبهكم في هذا الدرس رقم 42 والى موضوع اخر من الدراسه والى منظر اخر من المناظر الجميله استودعكم الله والى اللقاء.